هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو انا حباه جدا، جايه اتكلم فيه عن الميك اب للامهات، امهاتنا الحلوين اللي مش بيعرفوا يحطوا ميك اب خالص. جايه النهارده اوريكم تحطوا ميك اب ازاي بحاجات بسيطه جدا عندك في البيت عند بنتك. المهم ان هي هتكون موجوده، مش هتروحي تشتريها يعني، او حتى لو رحتي اشتريتيها يعني انا هوريكي الحاجات بسيطه جدا ورخيصه كمان. اول حاجه عملتها رطبت بشرتي كويس جدا. اي مرطب عندك رطبي بشرتك، مش لازم المرطب بتاعي، انا بتاعي بادي شوب، اي مرطب عندك. وكمان حطيت كريم، اي كريم تحت العين، ضروري جدا تحطوا كريم تحت العين سواء كبار او صغيرين علشان التجاعيد تحت العين ما تطلعش لو انتوا صغيرين، ولو كبار طبعا لازم تحطوا علشان الكونسيلر لما بيتحط ما يعملش شكل الخطوط، ده بيساعد انه تقل شويه الخطوط. تمام. تاني خطوه معانا هحط الفاونديشن، وهحط معاه كمان السان بلوك بتاعي علشان طبعا يحمي البشره من الشمس والاشعه الضاره والحاجات اللي انتوا عارفينها. انا مش هستخدم فرشه علشان اكيد امهاتنا كلهم ما عندهمش فرشه، انا بتكلم على ابسط كيس، يعني ابسط حاجه مش موجوده، فانتوا اعملوا زي ما انا هعمل يعني، والكلام ده برضو لمامتي. وهبدا اوزع الفاونديشن على وشي. هنوزع الفاونديشن بالايد عادي جدا، لان اكيد ما عندكوش فرشه يعني ولا بيوتي بلندر، انا بقول ابسط حاجه. حطيت الفاونديشن مع السان بلوك، دلوقتي هحط الكونسيلر بتاعي تحت العين، وحطيت كمان في مع الفاونديشن حطيته شويه فوق عيني يعني كانه مثلا بيز للاي شادو. وهوزعه برده بايدي، بصوا هوزعه كده. تالت خطوه معانا وهي نرسم حواجبنا. لو انت حواجبك شعرها في فراغات في الشعر تقدري تستخدمي قلم، اي قلم حواجب تقدري تعبي بس بيه الفراغ. ولو انت عندك شعر اوريدي في حواجبك مش محتاجه، ممكن تسرحي شعر حواجبك بالمسكرة بتاعت الحواجب بالطريقه دي، بس كده تمشي على الايه، على الشعر. رابع خطوه معانا وهي الاي شادو. ممكن باي باليت اي شادو تقدري تحطي الاي شادو فوق عينك، وكمان لو ما عندكيش باليت اي شادو ممكن تحطي اي شادو ببلاشر اي بلاشر عندك، روز، على جاي، على مشمشي، يعني ينفع برده، مش هيقول لا. حتى لو هو زي البرونزر كده برده تقدري تحطيه فوق عينك. انا ممكن احط، انا بقى ممكن احط بلاشر، ممكن احط الاي شادو نفسه، انا عندي الاثنين، بس انا عشان عايزه اوريكم ابسط حاجه فانا هوريكم بالبلاشر. بصوا انا هحط بايدي دلوقتي الاي شادو، وهوريكم برده العين الثانيه بالفرشه عشان اللي عنده فرشه واللي ما عندوش اصلا حاجه. حطيت اهو. تبدأي توزعي عشان اللون ما يبقاش مكلكع، جيبي بس كده ايه احساس ان عينك يعني في دفء كده، يعني في لون فوق عينك، ما يبقاش الجفن نفس لون الوش. نفس فكرة البلاشر بالظبط. حاجة بسيطة كده يعني. وهعمل دلوقتي بالعين التانية بالفرشة. بس كده. الخطوه اللي جايه معانا وهي بقى الكحل. انا عندي كحل اسود وعندي كحل ازرق. انا شخصيا بفضل ان الامهات تحط كحل ازرق بدل اسود، علشان الكحل اوريدي بينزل تحت العين، واصلا يعني اغلب الامهات مش بتثبت الفاونديشن ببلوس باودر،
فبتلاقي الفاونديشن يعني كريمي ومع الكحل الاسود لما بتيجي تحطيه ومع الحركه هتلاقي الكحل اوريدي ساح تحت العين فبهدل الدنيا. فانا بحب ايه، انا بحب الكحل الازرق. الامهات بتوعنا الحلوين يحطوا كحل ازرق براحتكم طبعا، بس الكحل الازرق هو يعني اوريدي لو نزل تحت العين هي كانك انت حاطه اصلا اي شادو ازرق تحت العين، وبيليق بقى على كل حاجه، يعني هيليق على كل حاجه. ولو انت شويه يعني عندك خلفيه شويه عن الميك اب ممكن تحطي الاسود وايه وتحاولي تموهيه كده بفرشه تحت العين، يعني كانك يعني حاطه يعني ايه اي شادو غامق تحت العين. انا دلوقتي هحط الازرق عشان ايه اوريكم ان اللوك سريع، يعني الازرق انا بحبه اصلا. دلوقتي هنحط البلاشر، انا عندي البلاشر الباودر بالفرشه بتاعته، وعندي كمان روج بابسط حاجه هنستخدمها، فانا هحط روج. دلوقتي هنحط الماسكارا، اي ماسكارا عندك بتحبيها. ومش هحط ماسكارا تحت عشان انا عايزه الازرق هو يفضل باين، لو حطيت اسود هيبان ان الاسود اكتر. اخر حاجه بقى معانا الروج اللي انا حطيته بلاشر، هو اللي هحطه روج. وروج ينفع استخدام يومي صبح وبالليل. وده الفاينل لوك بتاعنا. انا مش عارفه انتوا حاسين بالفرق ولا لا، بس يعني هتحسوا بالفرق لما يعني الصوره تتحط افتر اند بيفور، هتعرفوا ان في فرق. وعايزه اقول لكم على حاجه، الفاونديشن اللي انا استخدمته ده انا اتكلمت عنه كتير، انا بحبه جدا عشان انا مش بحتاج بعديه احط باودر، هو اوريدي بيبقى مات لوحده، بينشف لوحده، مش بيبقى كريمي. فده حلو قوي للامهات الحلوين اللي مش عايزين يشتروا حاجات كتير ويا دوبك انجز اسرع سريع، فده كويس. ويا رب يكون اللوك عجبكم واستفدتوا منه، وهو بسيط قوي 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 وما خدش مني اي حاجه. يعني نعيد مع بعض، هو السان بلوك والفاونديشن والكونسيلر والبلاشر، ممكن تستخدمي روج يعني زي بلاشر والمسكرة والكحل الازرق بس، وممكن تستخدمي كمان البلاشر يعني اي شادو فوق العين. فيعني هو بجد اللوك بسيط قوي وسريع، واتمنى اكون ساعدتكم بحاجه بسيطه.